بما اني بكلمك على التشجيع، اشهر مشجع مصري في الكاميرون جمال يشعل المدرجات بالطبلة، يا سلام، واللبس بتاعه بشكل او باخر متداخل مع علم مصر. بص اهو حاجة جميلة، عم جمال احمد حمدون، يا سلام على الجمال والحلاوة يا عم جمال. عم جمال ازيك؟ ازاي حضرتك يا فندم؟ ازاي الصحة؟ انا سعيد جدا اللي انا مع حضرتك يا فندم والله. ربنا يخلي حضرتك. واسعد لحظة واسعد يوم واجمل لحظات حياتي اللي انا مع سيادتك في التلفزيون المصري المحترم. لا العفو العفو العفو، ده احنا اللي مبسوطين بيك وفرحانين بيك، ومصر كلها بقى ايه متفائلة بيك. والله يا فندم ما يكفيني حب الناس، ده يا فندم ده كنز بالنسبة لي. يا رب يخليك يا رب. ده كنز والنبي بالنسبة لي والله يا فندم، اللي انا يا فندم مع حضرتك والتلفزيون بلدي الجميل. بإذن الله هنكسب الكاميرون يا عم جمال ولا ايه؟ هنكسب يا فندم، بس عاوزين حاجة يا فندم، حكم عادل. عاوزين اتحاد الكرة بتاعنا يصحى، اتحاد الكرة بتاعنا يصحى يا فندم. عاوزين حكم عادل. امبارح يا فندم حرام حرام اللي اتعمل معانا امبارح. احنا عايزين الحكم بتاع ماتش السنغال. نعم يا فندم، عايزين الحكم بتاع ماتش السنغال، كان حكم لذيذ. لا يعني بصراحة وهادي كده. بصراحة يا فندم اللي اتعمل معانا في ماتش المغرب ده ما حصلش من سنين السنين. انا 30 سنة ورا منتخب بلدي حضرتك ما شفتش حكم زي ده. انا مش فاهم هم ايه اللي بيعملوه معانا ده، ليه كده؟ قرارات كلها عكسية عكسية عكسية، ليه كده؟ شادين علينا جامد الناس، شادين علينا جامد يا فندم. حضرتك انا دلوقتي انا متخوف من ماتش الكاميرون، انا متخوف يعملوا معانا اي حاجه. بس ده برضو مش معناه انه طول ما هم شادين كده وزياده عن اللزوم ان هم خايفين من المنتخب المصري. اكيد طبعا يا فندم، امال ايه؟ طب ما خايفين مننا يا فندم. ومصر ان شاء الله يا فندم بقول لك بحكم بقى باي حاجه ان شاء الله مصر هتكسب الكاميرون ان شاء طيب الله. تقدم نصيحه للمشجعين المصريين ايه في الماتش بتاع الكاميرون؟ لا قدر الله لو لقينا التحكيم برضو مش قد كده، لقينا النتيجه مش على مزاجنا او على قدر اللي احنا عملناه، ننصح المشجع المصري نقول له ايه؟ حضرتك احنا نشجع من اول دقيقه لاخر دقيقه ورا منتخبنا، وبنقول لكم انتوا رجاله، منتخب مصر رجاله يا فندم. صح. واقسم بالله كانت في معظم الناس جماهير المصريه، انا مش بحب اتكلم اقول الكلام ده، بس كان كله من الادوار الاولى. لا احنا وصلنا يا فندم الادوار النهائيه وان شاء الله. وانا قلت للكابتن عصام الحضري، انا حضرت اول ثلاث مباريات يا فندم قعدتهم هناك، وبعد كده لما لقيت حزب مستقبل وطن بيطلع السياره انا حضرتك بقيت اطلع اجي واطلع معاهم كل ماتش. يا بختك. يا انا بقول لحضرتك تمام، يكفيني حب اللي الناس كلها. وشك حلو يا عم جمال، لو ما شفناكش في المدرجات والله بنزعل. فانا الحمد لله الحمد لله الحمد لله بنحب بلدنا مصر العظيمه، واحنا ورا منتخبنا باذن الله ورا بلدنا العظيمه مصر. مصر كبيره قوي غصب عن اي حد، هتيجوا معانا علينا بالحكام مصر كبيره، هتيجوا علينا باي حاجه مصر كبيره غصب عن اي حد. ومصر أوي. فوق الجميع. صح. مصر 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 تحيا مصر. تحيا مصر يا عم جمال، تحيا مصر. ربنا يخليك، الف 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 شكر ليك يا عم جمال. جمال احمد حمدون اللي الناس كلها متفائله بيه واللي وشه علينا حلو زي الفل زي الورد، حاجه حاجه جميله يعني.